متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان الجزائري فيصل مينيون ومن دولة كندا، ها هو يشارك متابعيه طبقه المفضل في رمضان، متباهيا بشطارة زوجته الكندية في الطبخ. يوم ما ضربتني بتختي وقت مسافرة في شبه جات تهبل شكون تاع الزراوي، شكون كلا شخشو غدا الزراوي. كما شارك فيصل مينيون متابعيه وجبة السحور والتي كانت حتى شوفو هنايا باش نحب نصحو. هو فيصل اعتبر هذه الوجبة هي أحسن وجبة للسحور. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.